مساء الخير، دي اول مره اطلع اتكلم فيها في حياتي. انا السنه اللي فاتت اتعرضت لازمه كبيره جدا اعلاميه، وساعتها انا كنت بولد وحصل لي مشاكل في الولاده وكنت في المستشفى، فما كانش عندي فرصه ارد بكل قوتي، بس المره دي انا هرد. انا زي اي حد، اي بني ادم اتعرض لتنمر الكتروني بالشكل الكبير جدا ده، اتاثر نفسيا ومهنيا لمده السنه اللي فاتت دي كلها، وده بيحصل لي تاني دلوقتي، فده بالنسبه لي كابوس مش قادره اشوفه تاني بيحصل من غير ما اعرف اتكلم وادافع عن نفسي. انا من ساعه ما رجعت من ايطاليا بعد ما خلصت الماجستير بتاعي، كل هدفي في الحياه اني ازاي اخلي التصميم يحيي التراث المصري. فده مش اول مشروع اعمله بيتكلم عن نفس الفكره دي، ولا تاني ولا تالت ولا رابع. مش اي حد ممكن يقول اي اتهام نصدقه من غير ما يكون في اي دلائل. الحمله بتاعت شركه المياه الغازيه دي اتعملت في سنه 2018، وانا رسمت الرسومات دي بايديا، موجوده على النت ممكن تشوفوها. ودي كان اول مره الشركه دي تقتبس من فنان مصري، ما تاخدش مثلا التصميم من الاوفيس بتاعهم في نيويورك او في الهيد كوارترز بتاعتهم. ومن كتر ما الحمله دي كانت ناجحه، الشركه طلبت مني اني اعمل مسابقه في كليه فنون تطبيقيه مع الطلاب بنفس الفكره، ان ازاي يختاروا تصميم ويحيوا تصميم مصري هم بيحبوه. وده احلى حاجه شفتها في حياتي، لانه فعلا هدفي كان بيتحقق. الطلاب كانت مبسوطه قوي، حسوا بانتماء لتاريخنا وتصاميمنا الملهمه الجميله اللي مش محتاجين نقلد حاجه او نوصل لحاجه بره عشان نحس بيها. انا طبعا بحترم كل الفنانين جوه او بره مصر، وبحترم القانون المصري والقضاء المصري لانه قضاء عادل، فانا عشان كده هلجأ للقضاء ده. واي حد عنده مشكله تانية ممكن يلجأ للقضاء المصري برضو، لان انا تعبت جدا في ال 15 سنه من كاريري اني ابني شركتي، تعبت جدا في فريق عملي، وتعبت برضو عشان اوصل لثقه عميلي اللي اداني مشروع كبير ومهم زي ده. فانا مش هسيب حقي، وبحترم شغلي اللي فات واللي جاي. شكرا.